يا شباب هلق معلش، احنا هلق قاعدين طلعنا تحت القصف، يعني هلق شهيد صار غربيتي، شهيد شرقيتي، انهدمت اكثر من بيت، ونحن جينا على اساس على مناطق امنه، جينا لهون لا في امان ولا في شيء. هلق انا لحتى الان من 5 رمضان ما صار لي خيمه قاعد على وجه فلان وعلى وجه فلان. هلق انا ابو خالد من منير، وفي مثلي الاف من الناس على هالحاله هاي، يعني وبعدين الواحد وين بده يروح؟ على تركيا، لا نحسن نقطع على تركيا ولا على غير تركيا، وبرقبتنا هالاطفال هاي، هلا غصب الله قطع هذول على تركيا بدهم 1000 دولارات ما حد يقطعني، كل حد تضحك علينا. والله العظيم حق اكل وشرب معنا. يعني كيف بدنا نأمن حالنا ما بعرف. ونشكل الامر الى الله، نشكل الامر الى الله، لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن نازحي ريف حماة الشمالي قلعة المضيق المستريحة والصهرية، هجرنا خرجنا من بيوتنا بسبب القصف والتدمير والقتل والتهجير اللي تبعها معنا سياسة النظام. خرجنا إلى ريف إدلب الغربي، وحاليا نحن في المخيمات سكننا. طبعا نحن في وضع مأساوي جدا، الدنيا صيف والدنيا حار، عم تطلع علينا حشرات، لحد الآن ما اجتنا نقطة طبية، لحد الآن ما اجتنا نقطة طبية لهذا المخيم، يعني عرضت علينا ولو يعني بدي اقول حبة وجع راس مثلا او ما شابه ذلك، ما اجانا شيء من هذا القبيل ابدا. نطالب بنقاط طبية جوالة على القليل ولو في الاسبوع مرة واحدة، يعني يراعون وضع الناس. حاليا في عندنا اطفال عم يطلع فيها حب، في عندنا اطفال عم تقرصها حشرات، تلسعها حشرات، عم يطلع يظل اثر القرصة اسبوع زمان ويقرص ويورم ويطلع فيه يعني قيح وهيك امور. لحد الان ما شفنا شيء ابدا من الامور الطبية اللي لازم تجول على المخيمات او اللي كانت تجينا على القرى سابقا، ما شفنا شيء ابدا. يعني والحمد لله على كل حال، نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يعجل الفرج، وما بدنا شيء ابدا، فقط نرجع الى ديارنا سالمين، وهذا املنا في الله عز وجل ورجائنا في الله، والحمد لله رب العالمين.